من يأتيني برأسه وله الجنة؟ فقام الصحابة قال لهم يوم قال له الجنة تقدم عبد الله بن أنيس، قال أنا يا رسول الله، قال اذهب إليه فأتني برأسه. عبد الله بن أنيس ما يعرف خالد الهذلي، يوم جاء بيمشي قال صفه لي يا رسول الله. قال الرسول بعطيك صفتين، الأولى أنك إذا رأيته كأنك ترى الشيطان، وجه وجه إبليس. الأمر الثاني وش هو؟ قال إنه شاعر متحدث كبير قومه، إذا تكلم أسكت الناس، فصيح شاعر. يقول عبد الله بن أنيس والله لا أعرفه، عبد الله بن أنيس عمره 27 سنة، 27 سنة، ومع ذلك هذه رسالة لشبابنا الأكبر والأصغر، والله سامحنا على ما نحن فيه. يقول فقلت يا رسول أذن لي أن أقول فيك ما أقول، يعني لو اضطريت أن أتكلم فيك عشان أوهم أني معه. قال قل ما شئت. يقول يوم وصلت مكة أمشي 10 أيام، يوم أقبلت على مكة شفت ناس مجتمعين، مش بسوي خطة. يقول فتظاهرت أني مضيع اللي بعير وأني ما زلت على الكفر، فدخل من شاف البعير الفلاني، من شاف البعير الفلاني، من وين أنت؟ قال أنا من العرب، سمعت بكم أنكم تجهزون لقتل محمد فأتيت، فإن كرهي له أشد من كرهكم له. يقول لازم أوهمهم. يقول فناظرت عرفت خالد الهذلي، قالوا هذا هو. يقول فبدأت أكلمه ويكلمني، وجي عن يمينه وعن يساري حتى لفت نظره. يقول شوي لما جاء يروح قال خالد بيتوا هذه الليلة وغدا بكرة نروح نهاجم المدينة. يقول قلت له تسمح لي أنا معك؟ قال خير إن شاء الله، مش هالمياه وين تنام معي؟ أنا كبير قومي. قال إني أريد أن أساجلك في الشعر، شاعر وأنا شاعر. قال تحفظ ولا تقرض؟ قال كلاهما، أحفظ وأقرض. قال سمعني. يقول سمعته بيتين ورد علي، وسمعني وسمعته. قال تعال تعال تصلح معي، انت لازم تبيت معي الليلة في خيمتي. ابن كثير يقول هذه احسن نومة في الاسلام، احسن سهرة، لانها جابت راس. هذا كلام ابن كثير يقول، وهذه من افضل الليالي في الاسلام. يقول يوم دخلت معه بدأ يقول لي واقول له شعر، يقول عطيته على جوه. يقول لي انت تعب هو خالد؟ قال انا جاءني النوم تعبت. كان نرجع له ما تقوم. طبعا هذه زيادة مني مية في الرواية. فنام. يقول فلما نام فسمعت غطيطة. يقول انا خالد عبد الله بن أنيس يقول تظاهرت بالنوم، سويت نفسي نايم. يقول انا جالس اطالع الرجال. يقول انا سمعت يشخر تعبان ذاك. يقول فقمت فجزيت راسه وحطيته في الخرج وطلعت، فصاح النساء قالوا قتل خالد. يقول فاختبأت في الجبال 3 أيام والله اني اكل فيها ورق الشجر. يقول الراس معي جايبه. الرسول يوم جاي يقوم قال روح لك الجنة، ينتظر الجنة. يقول فمشيت لين وصلت المدينة. يقول يوم شافني الرسول قال أفلح وجهك. قلت وجهك يا رسول الله، وجهك اللي أفلح. يقول ففتحت الخرج وتدرب الرأس لين وقف عند الرسول. يقول فمسك الرسول رأسه مع شعره، قال هذا الذي يريد قتلي، هذا خلاص، جزاك الله خير يا عبد الله، جنة. يقول في وعد بينه وبينه. قال انتظر انتظر. يقول فدخل النبي بيته. يقول أنا جالس أنتظر، بيعطيني هنا؟ يقول الجنة. يقول فخرج النبي دخل البيت يدور ما لقى الا عصا فجابها. قال خذ يا ابن أنيس هذه العصا. قال بس انا ابغى الجنه، انت تقول لي في الجنه. قال خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنه، والمتكئون يومئذ على العصي في الجنه قليل، خذها وتعطيني اياها يوم القيامه في جنات رب العالمين. يقول اخذت العصا وفرحت بها. يقول امشي بها واحارب بها وانام فيها وتروش انا وياها، حتى اني اوصيت انها تدفن معي. يقول فلما مات كفنوا العصا معه رضي الله عنه، وادخلوها معه في قبره رضي الله عنه وأرضاه.